أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وراح نتناول في حلقتنا هذه أولى فقراتنا في هذه الحلقة. طبعاً الحلقة خصصناها عن أكبر إنجاز في تاريخ الكرة الكويتية، إنجاز يعني لا زالت الجماهير تتغنى فيه لغاية يومنا هذا، وهو الوصول إلى كأس العالم سنة 1982 كأول فريق عربي أسيوي يصل إلى كأس العالم، وأيضاً تصدر مجموعته، يعني منتخب الكويت تصدر المجموعة اللي كانت تضم أكبر قارة في العالم بالإضافة إلى قارة أقيانوسيا اللي هي قارة آسيا، قارة استراليا مع منتخب نيوزيلندا. المنتخب الكويتي أساساً كان متربع على عرش آسيا، وهو بطل دورة آسيا السابعة التي قيمت في الكويت سنة 1980، أيضاً أكد زعامة لآسيا والوصول إلى كأس العالم كأفضل من أفضل 24 فريق على مستوى العالم. أبو غازي ما شاء الله، يعني مو مجلة أنا قاعد أشوف، أشوف مجلات عربي إنجليزي عن المنتخب الذهبي. نعم طبعا أنا جمعت يعني فعلا مثل ما تفضلت، لأن إنجاز غير مسبوق. صحيح. ومن أهم الإنجازات يعني اللي حققها منتخب الكويت، يعني فعلا يعني إلى الآن إحنا نسترجع شريط الذكريات وذكريات إسبانيا، ويعني كيف شلون تأهل منتخب الكويت، ومباراتنا مع التشيك، ومباراتنا مع فرنسا وإنجلترا. فلأن أنا فعلا يعني أحد هالجماهير المهتمين بهذه البطولة، فجمعت جميع المجلات اللي ركزت وسلطت الضوء على هذا التأهل وهذا الإنجاز غير مسبوق لمنتخب الكويت، سواء كان مجلات محلية، رياضي وغيرها، مجلات خليجية مثل الصق الرياضي، ماتش، عالم مثل الرياضة، وكذلك مجلات أجنبية. عندي مجلات، يعني راح نعرض مجلات فرنسية، مجلات إنجليزية، مجلات إسبانية، مجلات إيطالية، سلطت الضوء على منتخب وعلى أفراد المنتخب. شنو أول مجلة راح تروينا إياها؟ يعني هذه طبعا أنا حقيقة يعني هذه ماتش، طبعا اسبانيا 82 24 فريقا بالالوان، هذه من اعز مجلات اللي عندي. العرب موعد مع الكويت والجزائر، هذه بلعبتنا مع المنتخب السعودي. نعم هذه طبعا احنا متاهلين لكن ما لعبنا الان، يعني العرب يعني العرب موعد مع الكويت والجزائر اسبانيا 82. صح نعم. طبعا الصوره الكابتن سعد الحوطي، كابتن احمد طرابلسي، الكابتن حمود فليطح، عبد الله معيوب، فيصل الدخيل، جاسم يعقوب، الكابتن عبد العزيز العنبري، وليد الجاسم، محمد كرم، محبوب جمعه، وعبد الله بلوشي. نعم طبعا يعني فيها اسماء ال 24 فريق، يعني منهم منتخب الكويت. يعني هذه نتكلم بس على الصور الخاصه طبعا. نعم هاي طبعا فعلا يعني هني إحصائي الكويت، منتخب الكويت طبعا من الشمال الصف الأول عبد الله بلوشي، محبوب جمعة، محمد كرم، كذلك عبد العزيز العنبري، جاسم يعقوب، فيصل دخيل، عبد الله معيوف، وطرابلسي، والحوطي. في عام 78 شاركت الكويت لأول مرة في كأس العالم ولم تتأهل عن آسيا. لا مو صحيح الخبر. زين اي في احنا نعلق عليه ابو فهد. وفي عام 82 لمعت هذه الدوره العربيه الصغيره وتاهل منتخب الى المونديال الاسباني بكل اقتدار، وهو طبعا شارك اعتقد في تصفيات 74 هي اول مره صارت في ايران. فهذا خطا طبعا من المجله. صح. خطأ من المجلة. صوره جميله. نعم. للكابتن فتحي كميل وبجانبه سعد الحوطي ولاعب نيوزيلندا والحكم الاندونيسي اللي الله يعينه في المباراة هذه اللي هو الحكم سودارسو. نعم. طبعاً في صورة لو تسترد الغلاف بس تفتحها، في صورة. نعم. للكابتن سعد الحوطي. نعم. هذه تقصد؟ الكرة اللي لا في كرة ثانية كان يعني من أجمل الصور. لا هذه راح نفرض. هذا الكابتن محمد كرم، كابتن عبد الله بلوشي، فيصل الدخيل، محبوب جمعة،
يعني جيل ذهبي بالفعل. نعم. ما يتعوض طبعا. يعني ابرز يعني يقول لك هنا ان يعني معلومات على الكويت. اي طبعا يعني عدد سكانه وكذا. المنتخب الكويتي هذا الكل يعرف انه شارك في دوره في تصفيات كاس. نعم. العالم في التصفيات الاوليه التي قيمت في الكويت. عندك خبر ابو غازي من كانوا يعني بالمجموعه غير كوريا الجنوبيه؟ ايران. ايران نعم انسحبت. انسحبت بسبب حرب يعني الايرانيه العراقيه. نعم ايران معنا. نعم. انسحبت. وماليزيا ماليزيا وتايلند. وتايلند نعم. وكوريا الجنوبيه. يعني الكويت كان بطل اسيا يعني الثاني. احنا فزنا اعتقد ستة على تايلند واربعه يمكن على ماليزيا. ماليزيا برافو. وفزنا 1-0 على 2-0 على كوريا الجنوبيه. نعم. هني هذه مجله الرساله يعني لحد 25/10/81. الله روعة هالعدد. أشوف شوف الخبر تحت شو يقول أبو فهد. سنصل أسبانيا رغم عثرة الصين. إيه؟ تدري ليش رغم عثرة الصين؟ لأن خسرنا. خسرنا 3-0. إيه؟ بكين. صدق يعني تاريخ يعيد نفسه. يعني إذا قارنا بطولة كأس آسيا بكأس العالم. صحيح. يعني خسرنا بكأس آسيا 3-0 من كوريا وأخذنا البطولة. وأخذنا البطولة بكأس العالم. خسرنا من الصين وتأهلنا. صحيح. فالتاريخ فعلا يعيد نفسه. يعني صحيح. بس انه يعني الفريقين. صحيح. من شرق اسيا لكن كوريا والصين. هذه الصوره قبل مباراتنا مع منتخب تايلند بالتصفيات اللي قيمه الكويت. التيشيرت هذا من اجمل التيشيرتات ولا يومك. يعني في اغلب الشباب يسوون نفس القصه هذه كابي تيشيرت نفس التيشيرت. نعم طبعا احنا راح نستعرض فقط الاغلفه لان عندنا العديد من. عطني غلاف هذا بس خلنا نشوفه. هذه طبعا فر نعم انا راح افره بس حقيقة فعلا يعني أنا بقرأ بس رقم العدد والعنوان إذا سمحت لي. 23 يناير 1982 تأهل المنتخب كرة القدم الكويتية كما أشرقت بآسيا تشرق بأسبانيا 82. الله شوف روعة العنوان. طبعا العنوان جدا روعة. هذه مجلة الرياضي الكويتي الرياضي العربي. الصورة للكابتن سعد مجلة كويتية. طبعا مجلة كويتية. طبعا الصورة هذه مغرم فيها مخرجنا فيصل الشيفان ابو محمد طبعا من محبين الكابتن سعد الحوطي ومغرم بالصوره هذه. يقول شلون سواها بالملعب صدق. يعني حتى لما نتابع المباريات يا جماعه نبي نشوف سعد الحوطي شلون سوى الصوره هذه. بالفعل انا قدرت ان اصيدها هي بجزء من الثانيه سواها الحركه هذه. طبعا الصوره هذه شهيره للكابتن المونديالي الكابتن الخلوق الكابتن سعد الحوطي. سعد الحوطي كابتن الجيل الذهبي وهذا يعني قلما توفر حظ يعني بالنسبه لسعد الحوطي. يعني على قولته امه دعياله انه يصير كابتن منتخب الكويت بكاس العالم وكابتن منتخب الكويت في كاس اسيا. نعم هذه حقيقه هذه المجله من المجلات الاجنبيه هي وورد سوكر ذا انترناشونال ماجازين. مجله طبعا يقصد مجله عالميه. تاريخها مارش 1982 شهر 3/1982 نفس الصورة. الصورة هذه صح. هذه الصورة هذه الصورة الفعلية. شوف على مجلة. ايه؟ على مجلة أجنبية. صورة غريبة ترى. يعني معجبين شوف فعلا في هذه اللقطة. بقولك شغلة. شوف الصورة هذه الغريب فيها شنو. يعني شوف ميلان الكابتن سعد الحوطي بالصورة هذه سبحان الله. يعني الكل يعني حتى المجلات العالمية مغرمين بالمنظر هذا. يعني لاعب اسمراني لاعب كويتي. فبالفعل يعني صورة حلوة وصورة ما يلام والله مخرجنا يعني يكون مغرم فيها. طبعا مع الصورة هذه نطلع فاصل ومن ثم نواصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نتابع منتخبنا الذهبي وما أدراك ما المنتخب الذهبي. فاصل وراح نواصل. مبروك الكويت ضربت كوريا وأخيرا تم الكويت ما أراد. اتحاد كرة القدم في أمراض منتخب القومي ومدربوه وأحراز البطولة ببطولة مجموعة الآسيوية الثالثة لكأس العالم وتقديم هذا الفوز عربون ولاء وتقدير إلى أمير البلاد المفدى. يعني لاعب يعني شامل يسدد يضرب رأس يراوغ يعني يلعب هات وخذ يعني لاعب كامل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين لمواصلة الجزء الثاني من فقرة من حلقتنا لهذه
اليوم، وطبعا احنا خصصناها عن الجيل الذهبي وعن اجمل انجازات الكره الكويتيه له كاس العالم. احنا وصلنا مثل ما قلنا بالفاصل لمجله الرياضي العربي، والصوره اللي كانوا حاطينها صوره مميزه الكابتن سعد الحوطي، ايضا هناك مجلة عالمية، مجلة أجنبية حاطة أيضا نفس الصورة اللي تميز فيها الكابتن الخلوق الكابتن سعد الحوطي. عندك أيضا رياضي. نعم. طبعا هذه يعني الرياضي في 15 مايو 1982 مجلة الرياضي العربي، مونديال 82، فيصل الدخيل براوق وهداف. هذا ظهر قبل البطولة. قبل البطولة. وكانوا عندهم إحساس إنه راح يفتتح أهدافنا منه بالبطولة. نعم. كابتن فيصل الدخيل. لأنه قدم مستويات يعني روعة. شوف كابتن فيصل الدخيل. ستايل فيصل الدخيل هو اللي ينفع بالبطولات العالمية. نعم. يعني لاعب يعني شامل، يسدد، يضرب رأس، يراوغ، يعني يلعب هات وخذ، يعني لاعب كامل. ويمين فيصل الدخيل هي أول من أحرزت لنا هدف في كأس العالم. نعم. طبعا الهدف الجميل اللي احرزه فيصل الدخيل في كاس العالم كان من اجمل الاهداف في هذه البطوله. هدف يعني فيصل الدخيل يعني ما شاء الله حتى عضلات القدم، انه يعني ركض بالكره تقريبا من منتصف الملعب وقدر يراوغ لاعب ويموه الحارس ويسددها، وكانت من اجمل الاهداف في هذه البطوله. حتى يعني الجماهير في تلك المباراه تعاطفت مع منتخب الكويت وأحرز. وعلى ضوء الهدف الجميل هذا والأداء الجيد اللي قدمه الكابتن فيصل الدخيل تم اختياره لنجوم كأس نعم. العالم. هذه طبعا طال عمرك عالم الرياضة، مجلة رياضية أسبوعية، العددان 14 و15، دامجينهم في عام في 14 و15 مايو 1981، الكويت البطل شق الطريق إلى الأندلس، جاسم يتراقص بالكرة. هذه مباراة الكويت وماليزيا. الكويت وتايلند. أو تايلند عفواً. هذه مباراة الكويت وتايلند. وشوف ترى المباراة هذه قيمة مبكر، يعني بوقت مبكر حتى المباراة انتهت وكشافات يمكن ما نعم. ولعوها. شوف الجمهور، حضور جماهيري نعم. في المباراة. هذه المباراة انتهت 6-0. 6-0 طبعاً نعم. ومنتخب الكويت قدر يقدم عرض قوي في هذه البطولة. منتخب الكويت هني أقوى من آسيا. نعم. في تصفيات كأس العالم. طبعا موضوع الغلاف، مبروك الكويت ضربت كوريا، واخيرا تم الكويت ما اراد، اتحاد كره القدم في امارات منتخب القومي ومدربوه واحراز البطوله ببطوله المجموعه الاسيويه الثالثه لكاس العالم، وتقديم هذا الفوز عربون ولاء وتقدير الى امير البلاد المفدى. وهذه صوره جميله لمحبوب جمعه، كابتن محبوب جمعة. كابتن محبوب جمعة هني في مباراتنا مع ماليزيا محبوب حرز هدفين. نعم. وكان نجم المباراة في هذه البطولة. نعم. كذلك يعني الكويت البطل شق الطريق إلى بلاد الأندلس. هذه طبعا ملف المجموعة الآسيوية الثالثة لكأس العالم اللي ضمت مثل ما ذكرت الكويت وكوريا وماليزيا وتايلند. يعني بعد أن انتهت تصفيات المجموعة الثالثة لكرة القدم انتصار كبير حققه منتخب الكويت واصبح الطريق ممهدا امامه الى اسبانيا. ليش قالوا كذي؟ تدري ليش؟ انا اقول لك. لان اول شيء انهوا يعني استبعدوا كوريا، كوريا كانت مرشحه، وسجلوا مفهد 11 هدف 10 اهداف 6-4 ب1 صح؟ 12 هدف 6-4 و2-0 صح 12 هدف وما دخل مرماهم ولا هدف. لا بس في نقطة فأقول فقد صعد فريقان عربيان لينافسان فريقان آخرين، الأول الصين والثاني كما هو متوقع نيوزلندا. لا هنا شو يقول لك؟ استراليا كما هو متوقع عن قارة أوقيانوسيا ليلعب الجميع في دورة التصفية. وهذه طبعا معركة، طبعا هم هني يشيدون منتخب الكويت ومنتخب السعودية، الكويت والسعودية نظرة التنسيق يعني من أجل أن يصعد أحدهم الى كاس العالم. شوف هني منتخب الكويت في تصدر مجموعته اللي هي في مجموعه هناك ثانيه تقام، يعني اسيا كانت ثلاث مجموعات، مجموعه اهل منها الصين، ومجموعه اللي هي مع مجموعه الكويت هذه اللي ما في وياها ولا فريق عربي، ومجموعه العربيه اللي قيمت في السعوديه في الرياض، منتخب السعوديه ومنتخب العراقي ومنتخب سوريا ومنتخب قطر ومنتخب البحرين. صورة المشجعين الكويت، شوفوا فهد جميله الصوره. طبعا هذه هني هذه مباراه الافتتاح أو مباراة الثانية، الكويت فازت على ماليزيا 4-0، وكوريا الجنوبية تفوز على تايلند 5-2
أحرج التايلنديون كوريا ثم رفعوا رايات الاستسلام في خسروا 5-2. خسروا 5-2. طبعا في الصورة الموجودة فوق هنا فوق الجماهير، هذا هدف الجميل اللي احرزه الكابتن عبد العزيز العنبري، أول أهداف التصفيات. نعم طبعا كذلك يعني تغطية الكويت وكوريا 2-0 يعني هذا من أجمل المباريات، يعني مما لا شك أن كلا الفريقين الكويتي والكوري يعني كانوا يعلمان أنها لعبة مصيرية بالنسبة لتصفيات المجموعة الثالثة. طبعا تدري وين صارت المصيرية؟ ليش صارت مصيرية أحسن؟ نعم. لأن الفائز من 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 المباراة هذه في ظل خروج إيران والعراق، الفائز من كوريا والكويت راح يوصل كأس العالم. نعم. وبالذات أن أهمية المباراة تشوف الحضور الجماهيري وشوف منه تحت رعاية منه، الشيخ سعد العبدالله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أصر على أن يكون داعم للمنتخب الكويتي ويحضر المباراة، وبالفعل حضر المباراة واللاعبين أيضا ما خيبوا الظن، وقدر منتخب الكويتي أن يتخطى المنتخب كوريا الجنوبية بهدفين جميلين. وعشان يثبت الكلام أن الفائز بالمباراة هذه راح يوصل كوريا، بالهدف الثاني اللي أحرزه الكابتن ناصر الغانم، خالد حربان أعطاك انطباع السائد في الوفد الكويتي أو في الشارع الرياضي في شكل عام، أنه قال كوريا تروح كوريا والكويت تروح إسبانيا، علما أن الكويت تأهلت للتصفيات الثانية بالذهاب والإياب أيضا تقابل الصين والسعودية ونيوزيلندا، إلا أنه قال كوريا تروح كوريا والكويت روح أسبانيا، إشارة منه أن بطل المجموعة هذه جارنتي راح يوصل لكأس العالم. نعم طبعا يعني هذه مجلة الرياضي العربي تاريخها طبعا تاريخ 9 مايو 1981، صح. العدد رقم 495، منتخبنا وآمالنا الكبار. شوف جاسم يعقوب، وهذا اعتقد الصورة اللي تحت لناصر الغانم إذا ما خاب ظني. اي طبعا هذه الهدف مع ناصر الغانم اللي تحت، هدف ناصر الغانم الجميل اللي أحرزه على كوريا. طبعا ناصر الغانم أحرز هدف هذا يعتبر مفصلي، وهدف على العراق في تصفيات موسكو مفصلي. صورة جميلة فوق لكابتن جاسم يعقوب، أعتقد هني شاف البيوت اللي بحولي كلها. شوف. نعم. الجنب بان جاسم يعقوب. نعم هي ما شاء الله. ما شاء الله عليه، يعني شوف يعني شلون اللاعب، شلون اللاعب. نعم. الكوري متخطيه. نعم. طبعا تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة لكأس العالم، منتخب الكويت ملك آسيا المتوج، كوريا صارعت حتى النهاية وهزمت يعني في هذه المباراة، ماليزيا تقدمت خطوة وتعثرت خطوات، تايلند أضعف الفرق المشاركة. طبعا كان في كلمة للشيخ فهد الأحمد الله يرحمه، طبعا كذلك يعني منتخب الكويت وآمالنا الكبار، يعني بهذا الفوز، يعني هذا عنوان الغلاف، يكون منتخبنا الوطني كرة القدم قد اجتاز المرحلة الصعبة إلى أسبانيا وبقية المحطة الأخيرة، حيث سيلاقي أبطال المجموعات الآسيوية الثلاثة الأخرى. ففي المجموعة الثانية نجد منتخب السعودية متربعا على قمتها، كذلك يعني نجد، وفي المجموعة الرابعة نجد منتخب الصين الشعبية، وعلى المجموعة الأولى ما زالت التوقعات شوف ترشح استراليا للفوز، ومنتخب الكويت توج بطل المجموعة الثالثة. يعني استراليا هي كانت مرشحة، بس اللي ترشح نيوزيلندا، ونيوزيلندا واجه الكويت، وأساسا نيوزيلندا كان موجود بالكويت هنا وتقابل مع نادي القادسية في نهاية 79-80 وفاز عليه نادي القادسية بنتيجة 3-1، يعني أحرز جاسم يعقوب هدفين وعبد الله نواف هدف، يبين لك المنتخب النيوزيلندي كان مستواه يعني متواضع جدا، الصين كان متواضع، السعودية كان لسه طالع، اللي كان متزعم المنتخب الكويتي اللي واصل، ومنتخب كوريا اللي طلع، منتخب إيران انسحب، منتخب العراق اللي أقصى المنتخب السعودي. طبعا هذه المجلات العربية أو المجلات باللغة العربية، لكن بعد الفاصل راح نتكلم، العالم كله راح يتكلم عن الأزرق. الأزرق منه؟ الأزرق الكويتي. فاصل وراجعين لكم. شوف يعني حتى تعابير اللاعبين تحس ان الحماس داب فيهم وغيورين على ان رفع اسم الكويت في هذه البطولة. شاهد يوسف السويد في مختبر العمر وقدم من اجمل مباريات قدمها وعدبي في هذه البطولة. هذا طب شعار طبعا، هذا اعلام الدول المشاركة في البطولة. طبعا هذه المجموعات، المجموعة الاولى ايطاليا، بيرو، بولندا، بيرو، الكاميرون.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم والفاصل الأخير اللي مخصصين الحلقة أساسا عن منتخب الكويت وإنجازه التاريخي بالوصول إلى كأس العالم 12 التي أقيمت في إسبانيا سنة 1982. الكويت بطل آسيا، والكويت ممثل آسيا الأول، ممثل آسيا وأوقيانوسيا إلى كأس العالم. طبعا أكيد العالم راح يتكلم عن هذا المنتخب اللي أساسا متزعم أكبر قارة في العالم، وأساسا مواصل عن طريق قارتين الأول. فالصحف العالمية إيش قالت أبو غازي؟ حقيقة يعني هذه من أجمل اللقطات، يعني يمكن إحنا تكلمنا عن لقطة سعد الحوطي، لكن كذلك يعني بعد مباراتنا مع إنجلترا يعني أعتقد يعني كان في لقطة جميلة يمكن في هذه المباراة أخوي فهد. منتخب الكويت لو تشوفه تقول هذا مو منتخب الكويت، صحيح، لان تقول هذا منتخب يعني فعلا منتخبات العالميه، صحيح، لان ترى لقطات فنيه جميله حقيقه. منتخب الكويت خسر ولكنه ما استحق الخساره، اي والله قدم اقل شيء التعادل. نعم ولا، وكان افضل منتخب الانجليزي، صح، افضل منتخب. حقيقه هذه مجله شوت في 17 جولاي 1982، 17 يوليو عام 1982. شوف اللقطة أبو فهد، هذه لقطة جدا جميلة طبعا، نشاهد فيها اللاعب فرانسيس، لاعب هو سجل الهدف الوحيد، لاعب نوتنغهام فورست ولاعب منتخب صاحب انجلترا وصاحب هدف المباراة الوحيد، محاصر من منه؟ عبد الله معيوف، عبد الله معيوف سويد، يوسف سويد، ومن محبوب جمعة في المباراة هذه. وين فتش نفسه؟ ما يقدر يتعرك. شوف يعني حتى تعابير اللاعبين تحس ان الحماس داب فيهم وغيورين على ان رفع اسم الكويت في هذه البطوله. شاهد يوسف سويد في مختبر العمر وقدم من اجمل مباريات قدمها ابو عدوي في هذه البطوله. اعتقد لاعب وسط، لاعب وسط يعني انا قال لي ابو عدوي، يقول كلمني، يقول كلمني كارلوس البرتو قبل المباراه، قال له حق يوسف سويد انا راح العبك بس يعني محتار يمكن العبك بنص الملعب. قال يا غلاوة تلعبني، قلت لعبت هذا كاس عالم، يقول اي لا اي نعم لعبه طبعا في خط، لعب وابدع بنص الملعب. حتى نعم. كارلوس بيرتو بعد المباراه قال احرجتني انت، يعني انت اعطيتني، اعطيت انطباع للعالم ان شلون اللاعب هذا في المستوى هذا وانت للحين ما لعبته. هذه المباراه اللي طافت حقيقه يعني الصور اللي فوق يعني، صح. هذه صور من اللقاء، صح، يعني هذا محبوب جمعه، هذا محبوب جمعه مع مالينر لاعب بسويتش تاون، وهني الكابتن وليد الجاسم مع كابل لاعب منتخب انجلترا، وهني شوستر، وهني ايضا فيصل الدخيل، وهناك فرانسيس يعبر عن فرحته بالهدف فوق. يعني منتخب الكويتي هني قدم صوره جدا راقيه عن مستوى الكره الكويتيه الحقيقه كمنتخب. نعم. بطل لقاره اسيا. نعم هذه طبعا كذلك يعني هذه مجله جميله، اسم المجلة طبعا مونديال، صدرت من 15 إلى تاريخها من 15 إلى 12 طبعا. يعني هذه مجلة تصدر أعتقد باللغة يمكن الإسبانية إذا ما خاب ظني، مو إنجليزية، لا هذه مو إسبانية، إحنا نتكلم عن كلمة الكويت، إحنا نتكلم عن اللغة الأجنبية، لا أي مجلات أجنبية، الأولى كانت إنجليزية. هذه شوف هذه حاطين صورة منتخب، حاطين طبعا خريطة الشرق الأوسط، وحاطين الكويت، بس في أهم قبل، شنو على الغلاف؟ ركز الغلاف، صورة فيصل الدخيل، شوف شلون؟ إي صحيح، يعني صورة فيصل الدخيل مع منو؟ مع بلاتيني، مع مارادونا، مع بول برايتنر، مع روجي ميلا، مع نجوم يعني واختير ترى المنتخب نجوم العالم، نجوم فيصل العالم. الصورة هذه نعم. حاطين خريطة الشرق الأوسط وحاطين الكويت، يبينون لك مساحة الكويت بالنسبة للدول المجاورة، لكن الكويت تفوقت على هذه الدول بعطائها. هني صورة للكابتن كارلوس البرتو بيريرا، طبعا هذا أول فريق يقوده منتخب، يقوده كارلوس البرتو في حياته، يعني كان مدرب اللياقة البدنية. هني الصورة لأحمد الطرابلسي، آدم مرجان، سامي الحشاش، عبد الله معيوف، سعد الحوطي، وليد الجاسم، جمال يعقوب، محمد كرم، ناصر الغانم، فتحي كميل، عبد الله بلوشي، عادل عبد النبي، فيصل الدخيل، عبد العزيز العنبري، وجاسم يعقوب.
هني هذا البوستر اللي هذه طبعا احنا صغار بفهد يعني هذا كنا نشتري هذا الكتاب 82 نعم طبعا ونشتري كنا نشتري هذا الكتاب يكون فاضي في فقط يعني كل صورة فيها اسم ونشتري مثل علبة صحيح فيها كياس صغار كل كيس حظك نصيبك جتي هذا تشوف فيه طبعا يعني فيه اعتقد ما ادري 15 صورة ما ادري 10 صور لمنتخبات متفرقة وتبدي تلصق يعني فهذا الجزء الخاص بمنتخب الكويت صحيح هذا منتخب الكويت طبعا هني السلفادور هني منتخب الكويت حاطين شعار الكويت كملصق والمنتخب كتيم وبروحه مكتوب عليه إسبانيا 1982 هني بعدين مكتوب هني سعد الحوطي لا هني الصورة حق أحمد طرابلسي ونعيم سعد وبعدين محبوب جمعة وعبد الله معيوف وايد الجاسم سامي الحشاش حمود فليطح سعد الحوطي ناصر الغانم عبد الله بلوشي محمد كرم فتحي كميل جاسم يعقوب فيصل الدخيل عبد العزيز العنبري وآدم مرجان هذول نعم. 22 أو تقريبا 14 لاعب نعم. اللي مثل الكرة الكويتية طبعا هذه المجلة مجلة كوبا دي موندو كوبا دي الموندو كوبا دي الموندو كوبا دي الموندو شكلها إيطالية زين هذه يمكن شكلها إيطالية لأن هم دائما يقولون كامبيانو دي الموندو اي نعم هذا طبعا فهد متعدد اللغات لا هذا طبعا شعار طبعا هذا اعلام الدول اعلام دول المشاركة في البطولة طبعا هذه المجموعات المجموعة الأولى إيطاليا بيرو بولندا بيرو الكاميرون هني مجموعة ألمانيا الجزائر احنا طبعا تشيلي. ما عندنا وقت نتكلم بس عن مجموعة طبعا هذه صورة لفتحي كميل صورة جميلة فتحي كميل لاعب أبو فيصل من اللاعبين المحبوبين بالنسبة لي يعني نعم وكذلك مع ستيف سمير كذلك صورة نعم لمنتخب الكويت صحيح. آخر مجلة طبعا على السريع طبعا هي هذه المجلة كذلك فيها ملصقات هي طبعا هذه اسم المجلة ايه طبعا المجله مو انجليزيه نعم وهني طبعا اسماء اللاعبين موجود اسماء اللاعبين وحاطين شعار اسبانيا عند كل صوره هذا منتخب الكويت هني قبل لعبتنا اللي تاهلنا فيها مع السعوديه وهني على منتخب الكويت وهني لعبه منتخب الكويت بتيشيرتات يعني مختلفه يعني تكلم حاطين صوره الطرابلسي عبد الله معيوف نعيم سعد محبوب جمعه عادل عبد نفس اللاعبين اللي ذكرناهم نعم طبعا كذلك على منتخب الكويت على على الغلاف احنا طبعا حققنا حطينا حلقه كامله وخصصنا حلقه كامله عن منتخب الكويت وعن مشاركاته في 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 كاس العالم لانها تعتبر انجاز تاريخي في حياه في تاريخ الكره الكويتيه اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا لهذه الليله بختام اللي هو افضل انجاز تاريخي في تاريخ الكره الكويتيه وصلنا لنهايتنا لحلقتنا اليوم تقبلوا تحياتي أخوكم راشد الحيان وفي أمان الله.